الصحة إلى التراث وإلى النشاطات التربوية والنشاطات الثقافية لتقام حفاظاً على تراثنا. اليوم هو يوم قطري تحت عنوان بلادنا في ذاكرة القرن العشرين. زميلنا ومراسلنا مجد نيال متواجد تحديداً في بلدة باقة الغربية، ورح يتواجد في مدرسة القاسمة الأهلية للحديث ولحتى يعرفنا أكثر عن النشاطات اللي تقام في هذا اليوم. يسعد صباحك مجد. راح الصوت مش عم تسمعني يا مجد؟ الو مجد؟ يعني اجد صعوبة بالسماع. نعم، يعني صباح الخير عفاف لك وجميع المشاهدين. يسعد صباحك مجد. مثل ما ذكرنا المشاهدين، اليوم هو يوم التراث وهو يوم قطري، وانت تحديدا متواجد في بلدة باقة الغربية. حدثنا عن الاجواء وعن النشاطات اللي عم تقام في هذا اليوم. نعم بالفعل عفاف، يعني تقيم مدرسة القاسمة الأهلية هنا في مدينة باقة اليوم يوم التراث، يعني إحياء للتراث الفلسطيني ويعني إحياء لتاريخ يعني الشعب الفلسطيني، حيث يعني كما ترون إذا يعني أمكنكم أن تروا من خلفي يمكنكم أن تروا عدة محطات، كل محطة وضع عليها سنة معينة وهي يعني عام نقطة، عبارة عن نقطة مفصلية في تاريخنا، تاريخ الشعب الفلسطيني، وايضا يعني نقاط ومحطات تتحدث عن يعني ان كان مراحل اللي كان بها حروب او ايضا يعني مراحل التي كان بها يعني ايضا يعني ولاده شعراء وادباء ومثقفين فلسطينيين. والحديث اكثر حول هذا اليوم معنا يعني مدير المدرسه عفيف مصاروي. اهلا وسهلا بك اخ عفيف. بدايه لو تحدثنا اكثر عن هذا اليوم وما هو الهدف من وراءه. الهدف الاساسي من هذا اليوم هو عبارة عن تجسيد الثقافة العامة التي تستطيع المدارس الثانوية أن تقوم بتعليم موضوع لا منهجي في المدارس، وكل مدرسة تختار موضوعا ترتئيه لنفسها. نحن اخترنا تجسيد ذاكرة القرن العشرين، وهي عبارة عن مجموعات تم تكليف كل صف بأخذ عقد من الزمان ابتداء من العام 1900 لنهاية العقد المنصرم، وكل صف أخذ عقد من الزمان، وكل مجموعة من كل صف جسدت سنة أو محطة في هذا العقد. نعم، يعني أستاذ عفيف، كما نعلم بأن المنهاج الإسرائيلي بشكل عام يعني يغيب ولربما أحيانا يشوه الحقائق التاريخية التي تتعلق بتاريخ شعبنا الفلسطيني، برأيك ما أهمية هذا اليوم لترسيخ الوعي وزيادة الوعي لدى الطلاب لتاريخهم وتراثهم؟ بداية لابد أن أنوه وأذكر اليوم لم يجسد فقط فترة قيام الدولة، إنما بدأ من الفترة العثمانية من عام 1900، ثم الانتداب البريطاني، ثم انتقل بعد ذلك إلى قيام الدولة. واليوم تم عرض المحطات بوقائع أساسية التي يعني يذكرها الجميع، يذكرها الفلسطينيون وغيرهم، ولم نأتي بشيء مزيف، إنما جاءت الحقائق التاريخية التي كانت والتي يعرفها الجميع ولا ينكرها أي أحد، وتم عرض الأمر بصورة حيادية دون التعرض أو دون الهجوم على أحد. التاريخ هو علم أساسي أب لجميع العلوم، ينبغي أن يدرس وأن يعرف، والجميع يعني موقنون بما نتحدث. نعم، يعني بطبيعة الحال يعني أنتم تعرضون الوقائع كما هي والوقائع ولا يعني تجلبون أي شيء يعني آخر. وهنا السؤال يعني يطرح بالنسبة لي، هل كان هناك لديكم أي تخوف معين من لربما يعني هناك من يقولون نحن لسنا بحاجة لهذه الفعاليات، يعني هي لا يمكن أن تضرنا أكثر من تفيدنا مثلا على سبيل المثال؟ مرة أخرى، المحطات المعروضة هي محطات لا تتعرض لأي أحد، إنما هي وقائع تاريخية وقعت. يعني الدولة نحن دائما نعرض الأمور ودائما نتحدث في الأمور ضمن نطاق القانون، عرضنا الأمور بصورة واقعية دون التعرض لأي أحد كما هي. عرضنا عن الفترة العثمانية، ثم كيف زالت الدولة العثمانية، ثم كيف بعد ذلك جاء الانتداب البريطاني، ومن ثم إلى قيام الدولة حتى إلى عام 1999 لم نتعرض لأي أحد. وطلابنا أيضا نحن ندرسهم ونعلمهم كيف يكونوا طلابا مثقفين واعين يجرون التغيير في المجتمع دون التعرض لأي أحد. التاريخ هو علم كما ذكرت ينبغي أن يدرس
ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يعلمه الجميع دون التعرض لأي أحد. نحن الآن إذا رجعنا إلى محطات تاريخية قديمة سابقة منذ قرون مضت، علينا أن نعرض الأمر بصورة حيادية، بصورة اجتماعية، يعرف من خلالها كل شخص يدرس التاريخ تلك المحطات أو المطبات إن صح التعبير التي وقعت فيها الحضارة أو وقع فيها مجتمع ما، حتى يستفيد أولا لنفسه وحتى يستفيد للآخرين وحتى ينشئ حضارة أفضل وأتم وأكمل. نعم، يعني كما رأينا أيضا بأن هناك محطات تتحدث عن شعراء وأدباء فلسطينيين وليس فقط محطات تاريخية يعني مفصلية، يعني صف لنا أو حدثنا قليلا عن هذه المحطات، ماذا تتخلى؟ المحطات الموجودة اليوم هي لا تتعلق فقط بالأحداث التاريخية، المحطات الموجودة اليوم أيضا هي تتعلق بأكابر وأناس كان لهم الدور الأساسي في تاريخ شعبنا، في تاريخ أمتنا ووطننا. فالذي يعني دائما يكون له أو تكون له محطة أساسية أو يكون له تأثير في المجتمع، نحن نعتبر ذلك محطة تاريخية. وكما قال الإمام الشافعي: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فولادة شاعر أو نبوغ شاعر أو نبوغ شخصية في المجتمع نحن نعتبرها محطة تاريخية، بل نحن لا نعتبرها فقط، إنما الآخرون في سائر الحضارات وفي سائر الشعوب والأمم يعتبرون ذلك محطة تاريخية للمجتمع. نعم، يعني عفيف مصاروي مدير مدرسة القاسمي الأهلية هنا في باقة، شكرا جزيلا لك على هذا. ولا في النهاية أذكركم أن اليوم مفتوح حتى الساعة 1 ظهرا، فندعو من شاء ومن يستطيع الحضور إلى هنا، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نعم، يعني كانت هذه المداخلة من مدير المدرسة الأستاذ عفيف مصاروي، حيث حدثنا عن هذا اليوم، يعني اليوم التراث الفلسطيني هنا في مدرسة القاسمي الأهلية في باقة، هذا اليوم الذي يخلد التاريخ والذاكرة للشعب الفلسطيني، وأهمية هذا اليوم في صقل الوعي وصقل شخصية الطلاب، يعني وتحصينهم أيضا يعني من الناحية الوطنية لمواجهة الحياة بعد مرحلة الثانوية. طبعا إليك شكرا لك على هذه التغطية زميلنا مجد دانيال، وطبعا يعطيهن ألف عافية في مدرسة القاسمي الأهلية في باقة الغربية على هذا النشاط، وإحنا دائما نشدد على أهمية إحياء تراثنا بهذه الطرق التربوية الهادفة جدا.